أنت ملاحظ؟ حتى الموت أصبح لا يرهب الناس أبداً لقسوة قلوبهم، بل جعلوا الموت سبباً للإسراف في الولائم واستعراض العضلات، وتركوا الفقراء في الشوارع. يجي يدفع له 70-100 مليون، مستعد من أجل من؟ من أجل نفسه، من أجل اسمه، ولا هم له بالفقراء. وهذا الموت الذي اجتمع الناس من أجله لكي يعتبروا، لا لا يعتبروا أبدا، لا يعتبر. إنسان كان بينك في الأمس وأصبح اليوم محمولا، يقول بلي الله والله أخذها. هاي عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذا قبلتم نصيحتي أنا أقول لك بيني وبين الله وأنا صادق معك، أقول لك اتق الله، اتق الله، فإنك لا تعلم متى ينزل غضبه عليك.